عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم، هي الأولى منذ حدث افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان والذي تم برئاسة جلالة الملك يوم الجمعة الماضي. من بين ما ورد في خطاب الملك خلال الافتتاح العديد من الملفات الاجتماعية التي من المرتقب أن يتعامل معها البرلمان بغرفتيه خلال هذه الدورة وسط مطالب اجتماعية ملحة في عدة قطاعات. سنناقش كيف يمكن للبرلمان أن يتعامل مع هذه المعطيات سواء من ناحية التشريع أو مساءلة ومراقبة العمل الحكومي، وهل يتوفر على الإمكانيات والصلاحيات اللازمة للقيام والاطلاع بدوره في هذا المجال. لأجل هذا يسعدني أن أرحب هذا المساء بكل من سيدريس الأزمي الإدريسي، أنت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وعضو الأمانة العامة للحزب، مرحبا بك معنا. شكرا. شكرا لك. سعد لطيف وهبي برلماني عن حزب الاصاله والمعاصره بمجلس النواب، مرحبا بك. شكرا. مرحبا بكم. شكرا لك. سي المدير فقير الاستاذ المحاضر والمحلل الاقتصادي، مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافه. شكرا على قبول الدعوه. والسعد المنعم الزهر الباحث في العلوم السياسيه، مرحبا بك معنا. مرحبا، شكرا على الاستضافه سي جمال. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. انتم كذلك مشاهدي الكرام كما جرت العاده بامكانكم التعقيب والتفاعل مع النقاش الدائر في الاستوديو عبر وسائل التواصل مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. نقترح عليكم بداية نرجع للحدث الأول في هذه الدورة البرلمانية الجديدة واللي كان يوم الاثنين الماضي، وهو إعادة انتخاب السي حكيم بن شماش على رأس الغرفة الثانية. قيل الكثير على هذه المحطة ما بين من وصفها بأنه فيها واحد النوع العبث السياسي، حزب يقدم مرشح ثم يتراجع، حزب قال بأنه لن يقدم مرشح وفي آخر لحظة قدمه وجرت تصويت الأغلبية لصالح المعارضة وغيرها. بغيتكم السي الأزمي قراءتكم لديك المحطة ديال الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في البدايه شكرا للاستاذ جمال، نقول حسن على الدعوه، واسمح لي كذلك في البدايه وبعد الحادثه المؤلمه والمفجعه اللي وقعت على مستوى بغنادل ان اتقدم بتعازي لعائله الضحايا، وان اسال الله العلي القدير ان يتدارك بلطفه وشفائه الجرحى، وان يحفظ بلدنا وأن يكون لطيفا بنا. سي جمع، ما وقع ليس طبيعيا نهائيا على مستوى الغرفة الثانية، باعتبار أن احنا في واحد المسار ديال البناء الديمقراطي، وبالتالي خص يكون الوضوح السياسي وخص يكون التنافس الديمقراطي. من غير المعقول أنه المغرب تتوفر على أكثر من 30 حزب، وما هو داخل البرلمان يناهز على الأقل 10، ونجي ونقدموا مرشح واحد ونقولوا دي راه عرس ديمقراطي او شي حاجه، هذا لا يمكن ان يقبله المواطن، ويساهم في التأفف ديال المواطن وفي الابتعاد ديالو على السياسه، وليس هذا مضمونا. لذلك احنا كحزب العداله والتنميه كحزب يملك قراره، مستقل في قراراته، يتداول فيها داخل المؤسسات، ياخذ بعين الاعتبار اولا المناضلين والمناضلات ديالو، ياخذوا بعين الاعتبار يعني الاراده ديال الشعب والاراده ديال الناس اللي صوتوا عليه، وكذلك المصلحه العليا ديال البلاد. لذلك قررنا ان نقدم مرشحا، وان كنا سلفا نعرف بانه لن نحصل الا على ال 15 ديالنا. ما فيش ما وصفه البعض بانتحار سياسي. ليس هناك انتحار سياسي في السياسه، ما كاين لا انتحار وما كاين لا مرض ولا في انتحار في السياسه، كاين ان يتحمل الاحزاب السياسيه ان تتحمل مسؤوليتها، ان تقوم بادائها باستقلاليه، بقوه، بشجاعه، باحترام الاراده الشعبيه وباحترام للذكاء ديال المغاربه. لانه غادي نجيو لواحد المجموعه من الامور الاجتماعيه، ما كاينش في المحطات الاجتماعيه في الانتظارات الاجتماعيه ما كاينش غير الاكل والنوم والخبز، ما كاينش غير هادشي، كاين كذلك الكرامه، كاين كذلك الحريه ديال التعبير، كاين المسؤوليه، وهادشي ملي تجي وتدير وتدوز واحد المسرحيه بواحد الطريقه غير مقبوله، غير مقبوله نهائيا، ويوقع ما وقع، هذا لا يمكن الا ان يساهم. ولذلك احنا المشاركه ديالنا والتقديم ديال المرشح بناء على التداول ديال الامانه العامه بكل استقلاليه وبكل مسؤوليه، كان الهدف منه انه المشهد السياسي هو مشهد تنافسي، ولا يمكن ان يكون مشهدا ديال التنصيب، ولكن هو مشهد ديال الاراده الشعبيه، ولا يمكن ان يكون مشهدا نجيو ونديروا واحد ونصبوه على مستوى ديال المؤسسه دستوريه محترمه. سي وهبي، جوابك على قضيه التنصيب انه تم تنصيب؟ لا انا ما عنديش جواب، حقهم يقيموا الامور كما كيشوفوها هما. اولا بغيت نعزي كذلك
ضحايا القطار، وكنتمنى انه تنجلي الحقيقه حول الاسباب. كذلك تنتمنى ان الحكومه تهتم بالضحايا. اليوم قريت ان احد النساء طلب منها المستشفى الدواء وهي ما عندها حتى الامكانيات باش تشري الدواء. فارجو ان الحكومه تهتم بالضحايا وبعائله الضحايا، وكذلك معرفه الحقيقه. يجب ان نعرف الحقيقه ماذا وقع ولماذا وقع. لا نريد تصفيه حسابات او استعمال سياسوي لهذا الموضوع، ولكن على الشعب المغربي ان يعرف ما وقع، ومن حقه ان يعرف ما وقع. بالنسبه لنا احنا كانتصار في مجلس المستشارين، وتمت اعاده الثقه السيد الامين العام السي حكيم بن شماس، وهذا الانتصار هذا طبيعي انه ينهزم فيه، قد يوصفه بشكل سلبي. ولكن انا عندي مجموعه الاسئله كتطرحها عليا. في الانتخابات ديال السي حبيب المالكي لم يتقدم احد من العداله واثنين من الترشح ضد حبيب المالكي، وكان لوحده، وكان عندك تاسيس الاغلبيه وتاسس بعد. في قضية في لما كانت الانتخابات 2015 حول مجلس المستشارين نفسه، كان جوج الاحزاب اللي هما محسوبين على المعارضه، ولم يتقدم احد من الاغلبيه. اذا كان مشكل عند الاغلبيه وكانت تصفيه الحسابات داخل الاغلبيه، لا يعني هذا انه ذاك الصراع اللي عندهم الاغلبيه غادي ينطالي وغادي نصبغوا به التجربه كلها. كان التصويت، كان صدور الاقتراع، صوتت الناس، خرجت النتيجه، طلع حزب الاصل المعاصرة. راه من حيث تحول بعض الاحيان لاختلاف الى نوع من الحقد التاريخي، كيف كيكون التحليل ماشي موضوعي. لذلك انا كنعتقد بانه المنهزم نبدا ما يوصف الاشياء، يعني طبيعي صحة. انه مرشح يصوتوا له الاغلبيه والمعارضه، هذا مشكل الاحزاب مش مشكلتنا. لانه وجودهم في رئيس الحكومه لم يضبط لا الاحزاب لا النقابات لا رجال الاعمال. حنا كنتكلموا على الاحزاب الاغلبيه والنقابات ولا رجال الاعمال، علاش هادو كلهم صوتوا؟ معناه ان السيد رئيس الحكومه ما عندوش اغلبيه، ولكن صنعت له اغلبيه. لو كانت عنده اغلبيه علاش صوتوا سي وهبي؟ هذا شغلك معاهم. انا كنقول بانهم صوتوا عليه. نعطيها نتيجه التصويت 63 صوت. كانوا احرار التصويت ديالهم السيد. لا كانوا معتقلين، فرج عليهم. لم يتصل بهم احد، لم يقل لهم احد. السيد الوزير، انا سمح لي السيد الوزير، عفوا الوزير السابق، سمح لي السيد النائب السيد الرئيس، انه راه الا ما قدرتش السيد، الا ما قدرش السيد رئيس الحكومه يضبط الاغلبيه ديالو، حنا في الحزب ديالنا ما مسؤولينش. علاش غتحملونا مسؤوليه عدم ضبط الاغلبيه ديال الحكومه؟ وعلى كل ما ندخلش معك في هذا النقاش. على كل الاستماع ديال السي غير تحملوا تقبل الديمقراطيه، تقبل الهزيمه. لا ماشي القضيه ديال الهزيمه، وعلى الاستماع ديال الاغلبيه للتنسيق والخروج بموقف مشترك. يبدو ان الموقف المشترك هو انه عدم تقديم مرشح لمنافسه الشيخ شمس. لم تتفق الاغلبيه بوضوح وبقرار مشترك على عدم تقديم. كان السعي الى ان تقدم الاغلبيه مرشحا عنها. ولما لم يتم وهادشي تيقول لك ادريس الازمي ادريسي، ولما لم يتم الامر، حنا كحزب ماشي قضيه انتصار او انهزام، ما بغيناش نساهموا في لعبات ما امام المواطنين. الناس رجعوا، ما تحطوش بواحد نوع عزله. ما كاينش عزله ابدا. شنو هي عرفتي الخطوره فين هي في العزله؟ ان تنعزل وان تعزل على الاراده الشعبيه، ماشي ان تعزل في اطار مجموعه من الاحزاب. العزله الحقيقيه وهي ان تعزل عن الناس وعن الشعب، وهذا هو اللي ما بغيناش. بغينا المواطنين يبقاو متبعين الشان العام، ويعرفوا بانه كاين احزاب حقيقيه تملك قرارها. والسؤال اللي طرح الاستاذ عبد اللطيف وهبي السيد 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 النائب المحترم هو ديال علاش فلان صوت علاش ما صوت. كل شيء عارف علاش، كل شيء عارف التليفونات خدموا، كل شيء عارف التوجيهات، بأن هذا الحزب هذا ما خصوش الى ما كانش الرئاسه راه غادي ينتهي وكذا وكذا. هادشي اصبح مشاع واصبح انتم عندكم رئاسه الحكومه ما قدرتوش تضبطوا الاغلبيه ديالكم، تقول عندكم رئاسه الحكومه. صافي واضحه الفكره. ضد التحكم هذا هو. حنا بنينا مع الفوضى والسلفقر وحكومه غير متفق عليها. الازمه مزيان واضحه التعاليق ديالكم والتحليلات ديالكم. انسجام تحكم هذا مفهوم جديد. سي الفقير، بغيت نسولك، واش هاد المواقع يوم الاثنين ما غاديش ياثر على الاشتغال العمل خلال البرلمان خلال هاد الدوره هذه؟ والسي الزعر، واش هاد الشيء ما زادش ربما اخرج الى العلن ما كان الحديث عنه من هشاشه بلا ما نوصل للتصدع ربما ديال الاغلبيه الحكوميه؟ تفضل. بدايه يجب الاشاره الى واحد النقطه اساسيه. نحن في يعني الانتخاب او تجديد الثقه في رئيس مجلس المستشارين كشف ان هناك تعاقدات كانت سابقه لم تموت بعد، ما زالت حيه، وهي التعاقدات التي كانت قد اسست له من اجل ان يصل الى مجلس المستشارين. هذه التعاقدات حافظت على امنها ومصالحها وبنود التحملات الذي تحكمت فيها. هذه التعاقدات من خلال المؤشرات يظهر بانها تعاقدات منفصله عن التعاقدات التي اوجدت الاغلبيه الحكوميه. وبالتالي عند قراءه هذا الحدث يجب ان نقرا كل منظومه منفصله عن المنظومه الاخرى. كما ان هذا الانتخاب
أو كشف لأول مرة بأن هناك الهوية المعارضة هي غير موحدة وكذلك هوية الأغلبية غير موحدة. إذن على مستوى الأغلبية هناك هويات حزبية، هناك رهانات مختلفة، وعلى مستوى المعارضة هناك كذلك هويات مختلفة. ماذا يفيدنا هذا الدرس؟ يفيدنا بأن المستقبل المنظور السياسي والانتخابي ستطبعه صراع ثلاثي الأبعاد، الصراع أو صراع بثلاث هويات رئيسية، هوية يمثلها حزب الاستقلال الذي اختار الامتناع، وهوية يمثلها حزب العدالة والتنمية، وهوية ثالثة يمثلها الأحزاب السياسية التي صوتت لبن شماس في تجديد ولايته الحالية. سي فقير، تأثير هذا ما وقع هل تتوقع أن يكون له تأثير على اشتغال المؤسسة؟ لا أعتقد أن سوف هناك تأثير، لأن هذه محطة انتخابية، فسيد بن شماس بصفته كان رئيسا سابقا سوف تستمر الأمور بنفس الوتيرة. لا أعتقد أنه، اللهم إلا إذا كانت هناك إشارات التقطت من جانب من الجوانب سواء كانت أغلبية أو معارضة من خلال إعادة تجديد الثقة سيد بن شماس. لكن أعتقد شخصيا بأنه التحديات هي أكبر من فقط خلاف على انتخاب أو إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وربما لا أعتقد شخصيا أنه سوف يكون هناك تصدع أو ربما ما إذا صح التعبير مشاكل في الأغلبية الحكومية، وإن كانت هذه الأغلبية تواجه العديد من الإشكالية تتعلق بالتماسك وبالإنسجام، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة الحال التنظير وبالتسطير وكذلك بتسير بعض الملفات اللي هي حساسة. أعتقد شخصيا بأن الملفات الشائكة والتحديات هي أكبر من مجرد محطة انتخابية مجلس الرئيس الرئاسة مجلس المستشارين، وأن قادم الأيام سوف يعني وخصوصا فيما يتعلق بالنقاش ديال القانون المالية، وهو نقاش جد منتظر خصوصا في بالنسبه للوزير الجديد، وهو ايضا منطبق عن الاغلبيه، سوف تكون هناك عدد كبير من التساؤلات سوف تطرح، وهناك سوف نضع التماسك الاغلبيه الحكوميه على المحك. طيب اليوم غنناقشوا القضايا والملفات الاجتماعيه وتعامل المؤسسه البرلمانيه معها. بدايه بغيت نسولكم واحد السؤال مشترك، هناك حديث عن احتقان، عن قلق، عن ازمه، عن مشاكل، واش كاينه مؤشرات فعلا حقيقيه تدل ملموسه على هذا الاحتقان وعلى هذه الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه، ام انه حسب ما يقول البعض هو فقط يعني ربما شعور عام ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي يعني في جعله شعورا عام عند واحد الشريحه كبيره من الراي العام؟ سي ادريس. هو كل هذا ينبغي ان نقول الصراحه والحقيقه. المزاج العام ليس على ما يرام، ولكن طبيعي، لانه الا قلنا العكس معنى انه بحال اللي بغينا نغطيو الامور، لان مرينا بمحطات في الشهور الاخيره منذ 7 اكتوبر، مرينا بمحطات صعبه، مرينا بست شهور ديال البلوكاج، مرينا باحداث اجتماعيه على مستوى الحسيمه، على مستوى الزاكوره، على مستوى الجراده، مرينا كذلك بواحد الحمله ديال المقاطعه غير مسبوقه مست مجموعه من الشركات الكبرى، مرينا وما زلنا نمر بمجموعة من المطالب الاجتماعية والاحتجاجات الاجتماعية، وظهرت أشكال جديدة وتعبيرات جديدة. فهذا الوقت شنو وقع؟ بحكم أنه وقع في 6 شهور الأولى ديك البلوكاج، الأحزاب السياسية، الحكومة، الوسطاء التقليديين، وكأنهم يعني وقع لهم واحد الارتجاج وخلاو الميدان فارغ باش نقولوا الحقيقة، وكان خطاب ملكي سامي قاصي في هذا الاتجاه. هذاك الفراغ شنو وقع فيه؟ وقع ان المبادره الشعبيه بتشكيلات وبتعبيرات جديده خذت هذاك الميدان، ولم تاخذه بالرشد اللي هو مطلوب وبالنقاش السياسي اللي هو مطلوب وبالوساطه وبالتاطير الحزبي وبالتاطير النقابي وبالتاطير المدني اللي هو هذا هو الدور ديالو، وهذا هو الدور ديال الاحزاب. فلذلك مرت واحد المراحل صعبة جدا، خلقت واحد النوع من التيهان، واحد النوع من المزاج السلبي. اليوم ما تنقل هذا الشيء بوضوح، اليوم كاين واحد النوع من استرجاع ديال العافية والاسترجاع ديال المبادرة. لذلك إلى لاحظتوا الخطابات الملكية السامية المتتالية سواء في عيد العرش أو في ثورة الملك والشعب أو في الدخول السياسي، كاين واحد النوع من الأمل، واحد النوع من استرجاع ديال المبادرة في الملفات الاجتماعية، في الملفات الاقتصادية، وواحد النوع من أنه على كل مؤسسة أن تقوم بدورها ومنها الأحزاب السياسية. لذلك اليوم المؤسسات كالبرلمان،
تنتكلم كبرلماني الحكومة، لأنني في الأغلبية، هاد المؤسسات ديال الوسطية بيجيبوا أن تقوم بدورها كاملا، أن تستبق الأحداث. داكشي اللي داز خصنا ناخذ منه الدروس السياسية، الدروس الحقوقية، وكانت بالإضافة لهذا كيف ما قلت واحد المجموعة ديال الأمور على المستوى الحقوقي. الخطابة الملكية السامية، كذلك المبادرة الملكية السامية فيما يتعلق بعض معتقلي الحسيمة، هذا خلق واحد الانفراج وخلق واحد الأمل وخلق واحد بحال اللي وقع واحد انفيرسيون دو فابور، يعني تقلبات الأمور. فلذلك اليوم الدور ديالنا كأحزاب وطنية، الدور ديالنا كمؤسسات دستورية، أن أولا نكونوا مستبقين للأمر كفى من ديك العبات. لذلك انا علاش انا تاسفت قبيله على الحدث ديال مجلس المستشارين، لان مشينا في واحد المتتاليه ديال الامور الايجابيه وبقينا ماشي تنساو ولكن نتدارك، لانه الضمير الجماعي والعمل الجماعي ما تنساش، ولكن الامور تتعافى، فاذا بنا تنرجعوا. اتمنى ان تكون هذيك واحد الـ واحد الـ واحد الـ يعني واحد بين قوسين، ونطلقوا الملفات الحقيقية. نعم. لذلك وهذا مهم، لأنه بهذا أنهي سي جماعة، لأن شنو اللي بلادنا تتمتع الحمد لله بالاستقرار وبالأمن وبالفرص الحقيقية. حنا كسياسيين هاد الجو العام اللي هو تيبان، خصنا ندعموا الثقة وندعموا الأمل، لأنه عندنا فرص تاريخية باش نزيدوا للقدام. واضح سي وهبي. لا أنا بالنسبة لي ما غاديش نتفق مع الاخ اليزامي، ولكن الازمي الادريسي ديما كيعاتبنا السي ادريس اليزامي ديال مجلس الوطني لحقوق الانسان، كديروا لي هذا الخلط. لا انا ما تنعاتب حتى واحد، لا غير في اطار ودي. الازمي سي هو دائما انا ممكن نتفق معاه، ولكن الوضع السياسي اللي حللو اللي مسؤول عليه الاغلبيه اللي دارت البلوكاج بين الاحزاب الاغلبيه، وحنا كمعارضه كنا كننتظروا انه تنشتغلوا في انتظار انه الاغلبيه تفهم، ومن حيث تفهمت دخلت في واحد المسلسل ديال الازمات وكتجرم مع البلاد نحو هذا المسلسل ديال الازمات. اضافه الى ذلك هو ان هناك خطاب كيخلق الازمه في المغرب، هو خطاب الاغلبيه والمعارضه. اللي كيدير الخطاب الان هو في الاغلبيه، وكيدير الخطاب للمعارضه للحكومه. كيتسال المواطن شكون هي الاغلبيه شكون هي المعارضه، اكثر من هكا. اذا كانت كانت الاغلبيه غير راضيه على تصرفات الاغلبيه وكتجي للبرلمان وكدير لها المعارضه، كتطرح اكثر من سؤال. لهذا واكثر من هكا الخطاب اللي جا من بعد الانتخابات ديال الاخ حكيم بن شماس كيخلق واحد النوع ديال الازمه، واحد الفكر ديال الازمه. اي حاجه ما جاتش لصالحنا فاحنا غير راضيين عليها وراه شيء سلبي، واي حاجه اللي هي لصالحنا فهي مزيانه. انا بغيت غير نقول لك، ولكن رغم هذا الشيء كله، فوق هذا الشيء كله ما تكلمتوش على السي ادريس، هو انه راه كاين الوضع الاقتصادي اللي مسؤول عليه الحكومه واللي تورطت فيه الحكومه. وهنا انا ما غنجيب الكلام من عندي، غادي نجيب التقرير اللي داروا السيد الرئيس المجلس الاعلى للحسابات السي جطو كرمه الله، وقال نقرا غير فقط واحد الفقره صغيره. وكملاحظه عامه يمكن القول ان التقرير كشف الضعف الكبير في المجالين التدبيري والسياسي معا في تنفيذ ميزانيه 2016، حيث لم يتحقق اي توقع من التوقعات التي بني عليها قانون الماليه. وكشف التقرير ايضا عن سياسه التمويه وانعدام الشفافيه التي تنهجها وزاره الاقتصاد والماليه عند صياغه مشاريع قوانين ماليه، حيث تتحكم في الميكانيزمات والمفاهيم والارقام لاخفاء كثير من الحقائق الصادمه. هذا هو التقييم، هذا الملخص ديال التقييم اللي داروا السي جطو. الوضع على الحسابات الوضع الاقتصادي الان. انا نقول لك واحد القضيه، المغاربه اش كيتشكاو الان في السوق المغربيه؟ السيوله ما كايناش، الدوله لا تؤدي، وانتم كنتم وزير الماليه، لا تؤدي المبالغ المستحقه للمقاولات. إذا كانت الحكومة ما كتأديش المقاولات، باش بغيتيهم يشغلوا؟ باش بغيتيهم يديوا التزاماتهم الضريبية؟ باش غادي يديوا؟ والآن داخل القانون المالي الارتفاع تاني من جديد في الضرائب، والارتفاع في الجمارك، والارتفاع في كثير من الالتزامات. أنا حنا بغينا نعرف واحد السؤال، راه الوضع السياسي اللي مأزم والوضع الاجتماعي مأزم راه نتيجة واحد التوجه اقتصادي بدا من 2012 الآن. كيفاش يمكن لكم أنكم تحرروا الثمن ديال الطاقة ديال البترول وما تحدوش لحد الأقصى، واليوم كانت الزيادة من جديد، اليوم المغاربة تفاجئوا هذا الصباح بأن كانت الزيادة في ثمن البترول وما حددوش لحد الأقصى، في حين أنكم درتوا تقرير ورئيس اللجنة اللي هو كيتابع لكم دار تقرير ولم تأخذ به الحكومة، بل العكس عرضته الحكومة. أنا كنشعر بأن هناك كانت شوية ديال العبثية.
البرلمانيون يقول لنا شيء مع كامل احترامي لهم ومن حق من يقول لنا ما يريدون، ولكن الحكومه ما عندها حتى شيء اهتمام بهذا الموضوع. الحكومه تشتغل في مجال، ثم ان الازمه الحكوميه راه كتنتقل للمستوى الاجتماعي، راه القضيه الوضع الاقتصادي مساله نفسيه قبل اول وقبل كل شيء. حتى شوف الازمه كاينه في الحكومه كل نهار، هذا الوزير سبع الوزير. هذا هو التساؤل السيوبي، واش فعلا غير شعور احساس يعني مساله نفسيه او لا كاينه مؤشرات؟ خلي السي الفقير يقول لي واش المؤشرات الاقتصاديه. وصلنا 82% من الدخل ديال الديون. راه غدا غادي نبيعوا المغرب، راه غدا غادي نبيعوا المغرب كامل. لا لا فضينا هذوك اللي لان الديون تجيبهم مزيان، ولكن لا كتستثمرهم ماشي لا كتاكلهم. السي الفقير يقول لنا المؤشرات كي دايره؟ لا بطبيعه الحال هي الواقع ان هناك نوع من التباطؤ الاقتصادي. ما رده الاساسي اذا تحدثنا على الجانب الاقتصادي الصرف هو يعني نوع من التهالك للمنظومه الاقتصاديه، لان مع كامل الاسف المنظومه الاقتصاديه المبنيه على الفلاحه اللي بدورها كتبني على التساقطات والقائمه على الطلب الداخلي اثبتت مع كامل الاسف محدوديه في خلق الثروه وفي خلق النمو الاقتصادي. اذا عندنا اشكال هيكلي يتعلق بالمنظومه الاقتصاديه. هناك بطبيعه الحال يعني مجهود قامت به الحكومه في اطار تسريع الاقتصاد، التسريع الصناعي لكي تصبح المنظومه التصديريه ذات قيمه مضافه عاليه، ولكن مع كامل الاسف نسبه الجانب الصناعي لا تتجاوز 14% من الناتج الداخلي الخام. من ناحيه اخرى نلاحظ انه بالنسبه للماليه العامه هناك اشكال كبير يتعلق بضبط التوازنات الماكرو اقتصاديه. هذه التوازنات تعوز الحكومه وتعيق الحكومه في اطار تدبير الماليه العامه، لانه رسم طبيعه حال الميزانيه العامه يعتمد بالاساس على ضبط التوازنات الماكرو اقتصاديه والتوازنات ديال الماليه العامه والتي حصل عليها المغرب عقب سياسه التقويم الهيكلي. وليس لا اعتقد شخصيا ان الجهاز التنفيذي في يعني ينتظر او لا مستعد للتخلي على هذه المكاسب، لانها تضمن نوعا من السياده فيما يتعلق بالقرار الاقتصادي والقرار المالي. تحدثوا عن المديونيه، شبح المديونيه، واعتقد ان بلاغ الدول الملكي كان واضح عندما تحدث عن تدبير يقيد للمديونيه. المديونيه بلغت 64%، المديونيه العامه بلغت 64% من الناتج الداخلي الخام، تراوح 64%، ومديونيه الخزينه 82% اذا اخذنا بعين الاعتبار ضمانات القروض. بالتالي هذه المديونيه بطبيعه الحال تخلق إشكال فيما يتعلق بتدبيرها. فنحن نتساءل اليوم هل المديونية وهي بطبيعة الحال مديونية مبنية على مشاريع هل تم تثمينها بحيث أنها منتجة للثروة خالقة للثروة ولن بطبيعة الحال تكبل يد الحكومة اليوم، لأن حوالي 25% من ميزانية الدولة كتمشي لتسديد القروض وتسديد الديون وخدمة الدين، وصلت إلى مستويات قياسية. فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وهذا هو المهم، اليوم لم نعد نتحدث عن المنظومة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي أو لا تدبير القطاع الاجتماعي كتدبير قطاعي. صاحب الجلالة طالب وطالب بإعادة الاعتبار الملف الاجتماعي. اليوم ولينا في منظومة جديدة، صاحب الجلالة يطلب إعادة، ماشي إعادة النظر في النموذج التنموي، بل إعادة رسم النموذج التنموي، وله بطبيعة الحال ثلاثة ديال الأركان. كاين الركن الأول المتعلق بالمنظومة الاقتصادية وتحددنا عليه، خصنا نمشيو من المنظومة ديال الفلاحة، والفلاحة اليوم مع كامل الأسف كتعاني من الجفاف اللي مع كامل الأسف الجهاز التنفيذي لا يعتبره مشكلا بنيويا بل مشكلا ظرفيا. هناك الجانب الثاني وهو المهم وهو المشروع المجتمعي وشيء الاجتماعي، وكاين الجانب الثالث اللي كيتعلق بالحكامه. فالمشروع المجتمعي اليوم يسائلنا، لم تعد هناك مسؤوليه اجتماعيه، اصبحت مسؤوليه مجتمعيه وهي مسؤوليه الجميع. فدعوه صاحب الجلاله لانخراط الجميع القوى الحيه في تدبير الملف المجتمعي يعني ان هناك قصورا قطاعيا ملحوظا وعدم التقائيه في السياسات، انعكست على المؤشرات الاقتصاديه وانعكست على المؤشرات الاجتماعيه. احنا عندنا بطبيعه الحال البطاله مع كامل الاسف تهي تراوح مكانها، تجاوزت 10%. ارتفعت. غنقولوا في افضل الاحوال هناك نوع من الاستقرار، ولكن المؤشرات العامه تؤكد بما لا يقبل الجدل بان الاقتصاد المغربي غير اندماجي، وقد انعكس ذلك وهذا هو الخطير مع كامل الاسف في مسالتين اساسيتين، اولها تدني تصنيف السيادي المغرب الاخير، وكذلك وهذا هو الاشكال ان المساله المجتمعيه والمساله الاجتماعيه اصبحت مساله نظام عام. وبالتالي فان اذا كانت هناك مجهودات لكي يصبح الاقتصاد اقتصادا اندماجيا، ينبغي ان يسمح هذا الاقتصاد او هذا المنتوج او يعني المشروع الاقتصادي بالترقي الاجتماعي وبخلق عادل للثروه. نعم سي الزعيم، انت في ظل هذا الجو العام السائد في البلد تدافع عن فكره مفادها انه الفاعل السياسي كان يعني حزبيا ولا برلمان ولا مؤسسات حكوميه وغيرها، يعني عوض ان يكون هو المبادر ويكون المجتمع يعني فيه ردود افعال، اصبح الراي العام والمجتمع هو الذي يصنع احداثا معينه حقيقيه ولا وهميه، والفاعل السياسي هو الذي يتفاعل معها انطلاقا من ردود الفعل. فعلا هناك قاعدة فيزيائية ثابتة تقول حيث التركيز
حيث الطاقة يوجد التركيز، بمعنى قراءة هذه القاعدة تبين وخلال المؤشرات والمعطيات بأن الاجتماعي أصبح هو المنتج للمعنى والمنتج للطاقة والمنتج حتى للسلطة. في عملية معكوسة للقواعد الكلاسيكية اللي معروف بأن المؤسسات عادة هي ما تنتج الخطاب وتنتج السياسة وتنتج المنظومات والصياغ المعيارية وتنتج حتى الأثر، لكن والمواطن أو المواقع أو المصالح المعنية بالاسمية تستهلك. لكن الآن مع ما يشهده تفجر المزاليج بهذا المعنى، قنوات التواصل الاجتماعي وفضاءات التواصل الاجتماعي، تفجر الحدود وضوابط النقاش الاجتماعي، المؤشرات بالإضافة إلى المؤشرات الرقمية هناك مؤشرات واقعية يجب أن ننصت أن نتمعن، مثلا الشعارات التي ترفع في وسط الملاعب، يجب أن نتمعن في حركات الهجرة، يجب أن نتمعن في احتجاجات الهوامش، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا التي في جوهرها بسيطة ولكن تتحول إلى قضايا جوهرية ومركزية تؤثر بل وتربك حسابات المؤسسات. من هنا أرى أن بأن الاجتماعي أصبح هو المنتج للمعنى، فضاءات التواصل الاجتماعي أصبحت تنتج والمؤسسات أصبحت هي التي تستهلك، بمعنى نعتقد في القاعدة الأصلية هو أن الممارسة الآن أصبحت تدار بردود الأفعال وليست بردود بالأفعال. البرلمان خصص أول جلسات الأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة للملفات والقطاعات الاجتماعية. نقترح عليكم على المشاهد الكرام تابعوا واحد ريبورتاج يعني تم تصويره أثناء الجلسة الأولى، وفي رد فعل مجموعة الفاعلين والفرق السياسيين والنقابيين، ووصلوا النقاش مع التركيز على الملفات الاجتماعية المعروضة أمام البرلمان. نتابع هذا الريبورتاج من إنجاز مريم الريسي وأمين الخالد. الصور من أول جلسة للأسئلة الشفوية خلال الدورة الجديدة للبرلمان أول أمس للإثنين. الجلسة خصصت بالأساس للقطاعات الاجتماعية في سياق وطني يتميز بانتظارات كبيرة. الدور ديال البرلمان انا تنقول لك كاين تشريع، لان اكيد الحوايج غادي يحتاجوا تشريع وخصنا نكونوا انفاز كما تنقولوا، نكونوا في تجاوب سريع مع هذه المتطلبات والتحديات والانتظارات اللي كتسنانا، وكاين مراقبه العمل الحكومي. والان الاختصاص اللي هو جديد في ظل الدستور ديال 2011 هو تتبع وتقييم السياسات العموميه، وبالتالي حنا ما كنقولوا ما غاديش نديروا غير تتبع، تقييم يكون تقييم مواكب للعمل ديال الحكومه، وهذا تيكون كنعطيو به كيخليت يعني الحد ديال الحكومه، وهذا حنا دورنا كبرلمانيين. يتضح في بعض الأحيان أنه كي يكون سمح لي غير باب تفريق اللغة كيجي كيسمع لنا، ولكن على أرض الواقع ما كنشوفوا حتى شي حاجة. الدليل على ذلك أنه الحكومة دارت 1.7% من الميزانية خصتها المعاقين أساسا توظيفهم، النتيجة أنه لم تصل. في تصريح سيد رئيس الحكومة قال أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هاد 7%. من خلال الممارسة العملية للبرلمانيين، فأغلب الملفات الاجتماعية يجب معالجتها في إطار سياسة القرب من المواطنين، خاصة المراكز الصحية والتعليم والبنية التحتية. لكن المشرع المغربي زكى كفة السلطة التنفيذية لمعالجة الملفات الاجتماعية بحكم أن هذه السلطة تتوفر على أغلبية في البرلمان، وهذا ما يجعل مشاريع القوانين تهيمن على التشريع. البرلماني اللي كينتمي للإقليم مثلا يمكن يعالج الملفات اللي كتتعلق بالإقليم ديالو، إما عن طريق التواصل مع الساكنة مباشرة أو عن طريق التواصل مع المجالس المنتخبة من رؤساء الجماعات أو رؤساء المجالس الإقليمية. وكما كنعرفوا البرلماني هو صلة وصل ما بين الإقليم ومجلس النواب. البرلمان هو مكون من أغلبية ومعارضة، ياك، وبطبيعة الحال الأغلبية هي كتمثل الحكومة، والحكومة قدمت لنا برنامج حكومي اللي غيب فيه بتاتا البعد الاجتماعي، بالرغم من الكلام على الأولويات فيما يخص التعليم والصحة. وبالتالي على المستوى التشريعي الأغلبية القوانين اللي كنناقشوا هي مشاريع قوانين، ماشي مقترحات قوانين يعني كتجيبها الحكومة. كيفما كانت طبيعة ومصدر نصوص تشريعية، فالمواطن ينتظر إجابات عملية وملموسة على قضايا اجتماعية حارقة لا تقبل تأجيل.
نسولكم بداية السي الإدريسي والسي وهبي، دلالة تخصيص أول جلسة، أكيد أنكم اتفقتوا في مكتب المجلس على هذا الشيء، الأسئلة الشفوية لمساءلات الحكومة للقطاعات الاجتماعية. هذا طبيعي جدا، لأنه أولا الحكومة كتقول حكومة اجتماعية، ثانيا حنايا كنعتبروا بأن الملف الاجتماعي هو من أكثر الملفات اللي خصنا نتفاهموا عليها، رغم أن حنا مختلفين سياسيا، لأن تهم المواطنين بشكل مباشر. وأنا أعتقد بأنه التحدي الأساسي الآن اللي عند ماشي فقط الحكومة، عندنا كاملين، هي القضية الاجتماعية. التعليم، الصحة، الشغل إلى آخره. لم يعد المغربي يرغب في أن يحضر تلك النقاشات السستائية، يريد أن يبحث عن حلول لمشاكل الاجتماعية. لذلك احنا قلنا في أول لقاء اللي كان أننا احنا منفتحين باش نناقشوا جميع القوانين اللي تهم المجال الاجتماعي، مثلا في مجال التعليم كاين عندنا القانون الإطار، في كاين قوانين أخرى غادي تجي في مجال الصحة، كاين قوانين التعدد إلى آخره. أنا الآن أعتقد بأنه هذه السنة، هذه الدورة يجب أن تكون دورة اجتماعية، وأتمنى بامتياز، وأتمنى أن يكون قانون المالي قانونا اجتماعيا. المواطن المغربي ليست له بعد الآن قدرة على التحمل هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يعيشها. سي إدريسي؟ لا، هو كيف ما قلت قبيلة، المؤسسة البرلمانية تقوم بدورها. طيب خلينا من ديك الصورة السلبية التي يراد أن تلصق بالمؤسسة البرلمانية. المؤسسة البرلمانية مؤسسة محترمة كمؤسسة، والعمل اللي كاين للأسف تظهر الجلسة الأسبوعية، كاين العمل ديال اللجان بالساعات الطوال، كاين العمل ديال المرافعة على المستوى المحلي على المستوى الوطني، كاين عمل محترم. الآن التخصيص ديال الجلسة للقطاع الاجتماعي يعني كان هناك إجماع بين كل مكونات المجلس بالاعتبارات اللي سبق وتكلمنا عليها، أنه كاين مطالب اجتماعية وكاين انتظارات اجتماعية، بل أكثر من هذا، أن اليوم ملي تنتكلموا على إعادة النظر في النموذج التنموي، ماشي في الاختيارات، واش الاختيار ديال الاقتصاد الحر ولا ديال المبادرة الحرة ولا ديال تشجيع الاستثمار. الإعادة ديال النظر بين النظر في النموذج التنموي بالنظر للخصائص الاجتماعي المهول. بلادنا حقات تراكمات، ولكن كاين اختصاص، ما زال هناك فقر، ما زالت هناك هشاشة، ما زال هناك على المستوى المجالي إشكاليات. فلذلك تخصيص، حنا كبرلمان نقوم بدورنا، ماشي سي عبد اللطيف قبيلة قال لك ودي المعارضة والأغلبية، الأغلبية تقوم، ماشي الأغلبية ليس دورها أن تصفق وأن تقول كل شيء مزيان، ماشي هذه لست، ولا يمكن أن نؤدي هذا الدور. بعد حنا كفريق العدالة والتنمية ما تيجيش معنا، منين تتكون الأمور واقفة وصحيحة تندافعوا عليها. إذا كان إشكال الناس منين طلعونا لتما باش ندافعوا عليهم، ماشي باش نجيو نقولوا للحكومة يلا العام زين العام زين العام زين، هذا ما يمكنش يكون، ولا لا يتلائم مع المرجعيات ديال الحزب العدالة والتنمية ومع المنطق ديالو هو. لذلك فحنا اليوم، وبغيت نرجع لواحد القضية لأنه تقال واحد المسألة في الروبورتاج، المسألة ديال 7% المخصصة للإخوان ذوي الاحتياجات الخاصة، باش دابا منين نقولوا الكلام باش نحافظوا على المصداقية ديالنا. 7% الله راه المرسوم من 1997، اي باش نحافظوا على المصداقيه ديال الطبقه السياسيه، والا الا بقينا غير نضربوا ديك الضربه راه 2018 كاينه الحكومه تاع الدين العثماني غنقول 7% غادي تجي فيه، ولا كانت في 2012 ديال الحكومه ديال الاستاذ عبد الله بن كيران غنقول غادي تجي فيه الحكومه تكون المتعاقبه من 1997. لم تحترم، كاين اشكال عملي، كاين اشكال عملي اليوم. حنا هذه بعدا تنتكلموا على الدور ديال المؤسسه البرلمانيه، انا نبغي نحيي من هذا المنبر، نحيي الرؤساء ديال الفرق ديال الأغلبية وديال المعارضة اللي خذوا مبادرة كاملين بالإجماع، خذوا مبادرة مباشرة بعد الجلسة هذه الاجتماعية اللي أثير فيه الإشكال ديال 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 الإخوان المكفوفين. وهذه فرصة باش نترحموا على الأخ صابر الحلوي الله يرحمه ويرزق العائلة ديالو الصبر. خدينا مبادرة قلنا غادي نساليو الجلسة، غادي نمشيو نلتحقوا بهاد الإخوان اللي كاينين معتصمين في المقر ديال الوزارة، ومشينا عندهم كوحدة وطنية ديال المؤسسة البرلمانية، ونجحنا في العملية. نجحنا لأننا مشينا تكلمنا معهم بوضوح وبصراحة، استمعنا لهم، والرؤساء ديال السيدة الرئيسة ديال المجموعة والسادة الرؤساء ديال الفرق قالوا لهم هذا الموضوع هذا احنا غادي ناخذوه بجدية، وكانت مبادرة داخل الجلسة أنه احنا غنحرصوا كأغلبية وكمعارضة في إطار القانون المالية. هذا هو الدور ديال المؤسسة البرلمانية، وهذا هو الدور اللي قلت لك الاستباقي، ما نبقاوش نتساينوا ونخليوا الفراغ ويحدث إشكاليات. فلذلك هذه القضية الاجتماعية. المسألة الأخرى، لأن نتكلم عن الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي صحيح أنه فيه إشكاليات، ولكن لا بد أن نتحدث المعدلات ديال النمو التي يحققها المغرب لا علاقة لها بما يجري في محيطه، ولا علاقة لها بما يجري في العالم.
العالم مازال عاد تيسترجع العافيه ديالو. حنا تنحطوا تنحقوا 4% 3% 3.5. اذا كاين واحد النمو في المعدلات ديال المديونيه، هي معدلات في مستوياتها المقدور عليها، ولا تذهب وسع عبد اللطيف وهو يعرف هذا مثلي او اكثر مني، راه ساهم في القانون التنظيمي القانون الماليه. شنو درنا فيها عبد اللطيف؟ درنا مقتضى بانه المديونيه لا يمكن ان تذهب للاستهلاك، ولا يمكن ان تذهب بمقتضى القانون التنظيمي هذا من جنس الدستور الا الى الاستثمار المدير للدخل. لذلك لهاد القضيه ديال المديونيه مقدون على القضيه فعلا كتمشي للاستثمار. واش كتمشي للاستثمار التنفيذ ديال بطبيعه الحال تتمشي للاستثمار. القضيه ديال المحروقات التحرير، الاصلاحات اللي دارت مهمه جدا، وكان ما درناش ديك الاصلاحات الميزانيه ماشي غنكونوا تنتكلموا دابا على انها هشه ولا ماشي هشه. هذيك الميزانيه كانت غتمشي في الموزيط، لانه الصندوق ديال المقاصه كنا تنخلصوا فيه 40 54 56 مليار. ولذلك ولكن في هذه القضيه اللي تيقول لك عبد اللطيف واش الاغلبيه والمعارضه، حنا كاغلبيه والفريق ديال العداله والتنميه، بالرغم من اننا في الاغلبيه حرصنا على انه منين شفنا بانه هذا الاصلاح لم يبلغ مداه من حيث الاحترام ديال القدره الشرائيه والتنافسيه داخل القطاع، مشينا ودرنا مهمه استطلاعيه. هذا هو الدور ديال البرلمان. كان حديث على مرسوم مشروع مرسوم البرلمان كله لا ماشي درتو المبادره لا دابا لا غير بالمعطيات. انا دابا عاد فاش تكلمت على المبادره انا راني دقيق في الكلام ديالي وتنحضي راسي. صرحتو شرك فيها الجميع؟ لا المبادره ديال فريق العداله والتنميه بطبيعه الحال شاركنا معكم في العمليه. الان انا تنقول لك في هذا التقرير ديال المحروقات طيب على حق انه وصل توصيات حقيقيه، وهذاك وصل مثلا واحد المشروع مرسوم بانه خص يكون التحديد هذاك ما غنتفكوش. انه ما يوصلش واحد الى وصل واحد السعر ديال المحروقات واحد السقف معين ما خصوش يفوتوا. ياك هذا هو لا الهدف من التوصيات اللي جات، اولا الفتح ديال القطاع للمنافسه الحقيقيه، لانه كاين اشكال على الستوكاج، كاين اشكال في المحطات، كاين اشكال في المداخل، حد من التواطؤ والحد من التواطؤ والحد بين الشركات باش نكون واضحين. المساله الثانيه انه الارباح، هذا قطاع استراتيجي، هذا واحد المنتوج تيسري في الاقتصادي وفي المجتمع، ما يمكنش تخليه الدوله تدير فيه اللي بغى. فاتفقنا على انه غيكون تسقيف ديال الاسعار. هذه معركة سنخوضها مع الحكومة، أنا تنقولها لك كرئيس فريق العدالة والتنمية، هذه المعركة سنخوضها مع الحكومة، لأنه كاين تقرير وكاين توصيات والحكومة وافقت عليها. سنخوض معركة حقيقية لأنها فيها التنافسية وفيها القدرة الشرائية ديال المواطنين وفيها كلمتنا قدام المواطنين. ما يمكنش نديروا تقرير ونوصلوا فيه لتوصيات حقيقية وكاملين النواب ديال الأمة يقولوا هذه هي التوصيات ونجيو نبداو نديروا عامرة في خاوية. راه المرسوم خصو يجي ولا يمكن ما نتفكوش معاه. سمحت عندي واحد جوج ملاحظات بسرعة باختصار باش نعطيو الكلمة. ما عندي مشكل، جوج ملاحظات بسرعة. أولا نحن نتمنى أنكم ديروا المعارضة للحكومة إلا رطيتوا شي حاجة، ولكن حتى نوصلوا للقرار اللي هو التصويت كتصوتوا مع في كثير من الأشياء اللي اختلفنا معكم فيها، واللي أنتم بعض الأحيان مشيتوا معنا ولكن في التصويت مشيتوا مع الحكومة. أنا كنعتبر هذا الأغلبية مع الحكومة إلى آخره. حنا كنخافوا غير أنكم تكون واحد تحكم في الاغلبيه في المعارضه من خلال الخطاب ديالكم، هذا هو التخوف اللي عندنا. حنا كنقولوا في الساحه السياسيه كلها، حنا كنقولوا انتم ديروا الاغلبيه اللي عندكم غير المعارضه، ولكن ما يمكنش امام المواطنين ديروا النقد وفي التصويت صوتوا مع الحكومه. خليني نعطيك نقطه، انا بغيت نعطيك واحد الرقم ونسكت. الرقم اللي غادي نعطيه لك باش نوري لك الحكومه شنو يرضي. صندوق التماسك الاجتماعي اللي هو اهم صندوق من صندوق التماسك الاجتماعي، بلغت الموارد ديالو سنه 2016 ب 15 مليون درهم و257 15 مليون و257 مليون درهم. كتعرف شحال تصرف فيه؟ 6 الملايين و674 الا لا معنى بقى 9 مليون درهم غترجع للخزينه. تتكلم بالملاير يمكن بالملاير. فتبقى واحد شويه ديال انه اذا كانت هناك اراده في المجال الاجتماعي خاصها تصرف المبالغ الماليه، لانه هذا الصندوق اش كيدير؟ كيدير بزاف الاشياء، منها برنامج التسيير، منها برنامج دعم الاشخاص برنامج دعم الاشخاص في وضعيه اعاقه، برنامج المليون محفظه في في, في حين يعني انه علاش 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 غادي نبقى غادي باختصار اش ما تصرف؟ لا اولا هذا حساب خصوصي ديال الخزينه، راه ما تترجع والو الميزانيه، هذا الحساب رصيد تيبقى. ولذلك 122 مليون درهم وصل وصلت الصناديق كلها 120 مليار درهم. خلي خليكم واحد الرصيد تيبقى ما تيضيعش ما تيضيعش. ثانيا الى لاحظ سي عبد اللطيف السيد النائب المحترم على ذاك الشيء، دابا تحركت واحد المجموعه ديال التيسير اللي كان 500 مليون ديال الدرهم ودابا وصل لجوج المليار و100 في 2019، لانه لا دابا عاد غتبرمج
عاد غتبرمج. كانوا 700,000 مستفيد، غادي نتجاوزوا 2 مليون للمستفيدين، التعميم ديال النظام ديال تيسير. لان منين اولا تتبدا دائما خصك تبدا بالتأني، ما يمكنش تجي تقول انا الصندوق. علاش اصلا كان في هذه الازمه، هذه المشكله تبلوكا، كان خدام واحد الوقت توقف؟ لا، شنو هو اللي بقى؟ كان برنامج تيسير مثلا، لا برنامج تيسير مشي تبلوكا واحد الوقت، كان اللي مقصود به واحد المجموعه ديال الجماعات معينه، ما كانش معمم، وكان فيه الاستهداف باش لحد من الهضر، مراعاة للظروف الاقتصادية والاعتمادات المالية. دابا واحد المجهود كبير في 2019 غنمروا من 500 مليون نص مليار 2 مليار و100 كذا، واحد المجموعة ديال البرامج تحركات لأنه كاين اعتمادات متوفرة. ولكن أنا بغيت نشير لواحد المسألة باش ما نعطيوش انطباع بأنه هذيك الميزانية عامرة فلوس. راه ملي تنتكلموا على العجز ديال الميزانية، راه كاين عجز ديال الميزانية، لأن الإمكانيات ديال الدولة قليلة جدا بالنظر للمتطلبات والطلبات. خصنا نقولوا اللغة ديال الحقيقة باش غدا ما يخرجش واحد يقول لك اعطيني من هنا. انا كنقول غير الحكومة كنعطوها الفلوس في البرلمان ستصرفهم، لأن الفايدة الجماعة جمعت 120 مليار درهم. لا هو هذا نقاش اخر السيد الإدريسي ديال انه اصلا يعني المواليد محدودة والناتج الداخلي الخام محدود، وهذا يعني ملي كنقول مثلا نسبة ولا مثلا ميزانية التعليم ولا ميزانية كذا كتبان يعني كبيرة، ولكن راه ماشي حيت كبيرة من ناحية القيمة ديالها، ولكن في النسبة في الناتج الداخلي الخام اللي اصلا محدود يعني 120 مليار صحيح. ولكن في الميزانيه الاجتماعيه السي جماعه بسرعه، في الميزانيه الاجتماعيه كاين ما كاينش غير مشكل ديال الاعتمادات الماليه، التعليم ليس مشكل اعتمادات ماليه، الصحه ليس مشكل اعتمادات ماليه فقط، مشكل الحكامه كذلك، مشكل ديال الحكامه ومشكل ديال الاصلاح. لذلك دابا سواء القانون الاطار او الاصلاح ديال النظام ديال الصحه والنظام ديال الرميد ديال المساعده الطبيه، هادو اساسيين، لانه ما بقى راه في بعض الاحيان كاين اعتمادات ماليه مهمه، ولكن كاين اشكاليات في الصرف على المستوى المركزي وفي الميدان. خلينا نشوف السي الفقير والسي الزعر، من خلال اطلاعكم على مشروع قانون الماليه 2019، واش كتلمسوا انه كاين الاولويه اللي معطيه اللي عطاتها اللي ربما عطاتها الحكومه للقطاعات الاجتماعيه كما على حسب الانتظارات القويه اللي ذكرنا على السي الزعر؟ بداية قبل من الجواب على السؤال خصنا نعرفوا ما هو الاجتماعي. واش الاجتماعي يتجلى في الكلام الملفوظ يعني السرد؟ بعد 60 سنة الاستقلال غنحددوا دابا الاجتماعي. الاجتماعي ما هو الاجتماعي؟ صعيب نبداو من الأول. الكلمات، واش الكلمات التي تقال في موضوع اجتماعي في مناسبات معينة وتقول بأن ونقول بأنها تندرج في الإطار الاجتماعي هو الاجتماعي؟ هل الاجتماعي هو البناء المعياري، القوانين، الإجراءات، المنظومة الإجرائية؟ هل الاجتماعي هو ذلك المصالح أو المنافع المادية ولا مادية الملموسة من المواطن؟ هل الاجتماعي هو ذلك الأثر الذي تحدثه السياسات لدى المواطن الإحساس بالرضا؟ أنا أقدم مثال بسيط، مثلا أن مواطن مثلا بغى يعرض على واحد مجموعة ديال الناس حفل معين، وعدهم بأنه سيقدم لهم المأكولات والمشروبات إلى غير ذلك. هذا مستوى. مستوى ثاني هو أن وزع المأكولات والمشروبات، ولكن شي وصل ليه ديك المأكولات والمشروبات وشي ما وصلهش. هذا مستوى ثاني. تمكن بأنه يوصل المأكولات والمشروبات الحلويات للجميع، ولكن أنهم ما حسوش ما استمتعوش بديك المأكولات. هذا مستوى. المستوى الآخر هو أن الناس توصلوا بالأطعمة والأشربة وخرجوا راضيين من ذلك الحفلة. هذا هو العمق ديال الاجتماعي، والعمق اللي يجب أن يستحضره المشروع القانون المالية. هناك آليات جديدة، مثلا ما يصطلح عليه بلوديت سوسيال، اللي يعتمد على الأثر الاجتماعي للسياسات، هاد واللي كيهدف بالأساس لإدراك الأسئلة المهملة في السياسات ذات الطابع الاجتماعي. شنو الفلسفة ديال هاد التدقيق الاجتماعي؟ هو أنه يدمج المصالح والمطالب والرهانات ديال المواطن أو المعني بالسياسات مع الأهداف ديال المؤسسات والحكومات. ما يمكنش ننجحوا برنامج حكومي ولا قطاعي ولا ولا في أي مجال سواء كان اجتماعي ولا سياسي بدون ما نقيسوا الأثر الاجتماعي. نعطيك مثلا في مجلس النواب ولا مجلس المستشارين، تم بمناسبة جلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية، داروا لجان موضوعاتية تقريرين في مجلس النواب وتقريرين في مجلس المستشارين. الملاحظات الأساسية بخصوص هذا التقرير باش نعطيك الأعطاف فين كاينة. أولا الملاحظة الأولى ضيق الوقت، هذو كلهم كيعترفوا بها. الملاحظة الثانية اعتمدوا على الوثائق الرسمية اللي كاينة عند المؤسسات،
ثانيا. الملاحظة الثانية نعتمد على عملية تقييم التقييم. هو كاين مؤسسة دار تقييم السياسة العمومية، هما داروا تقييم السياسة. الملاحظة الثالثة والرابعة الأهمية هي غياب الاعتماد على دراسة مسحية، أو نعتمد دراسة اللي يمكننا تعكسنا الشعور العام. لأن هدف أي سياسة اجتماعية شنو هو؟ هو الحصول على رضا المخاطبين بتلك أو المعنيين بتلك السياسة. إذن من أجل أن يكون مشروع قانون مالي ناجح، لا يهم الإطار المعياري اللي كنزدوا فيه هذا القانون، لا يهم الإجراءات والمنظومة المشاريع اللي كتحتوي عليها هذا القانون، لا يهم التنفيذ لا 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 على المستوى الميدان. أهم حاجة هو الرضا والوصول الأثر إلى المستهدفين يوم المواطنين. هذا هو الأساس. سيد فقير. فلا، مشروع قانون المالية 2019 أو على الأقل ما تسرب منه، لأنه النسخة النهائية يعني الرسمية لم يتم بعد يعني وضعها تحت 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 إشارة أو تحت رانا إشارة يعني المعنيين بالأمر، يعكس مع كامل الأسف إشكالية في الهامش. يعكس أن الحكومة والجهاز التنفيذي ليس له الهامش الكافي من أجل التصرف من أجل التنظير للميزانية، بحيث أنه كما سبق لي وقلت بأن التوازنات الماكرو اقتصادية بقت تتحكم في تنظير لهذا بطبيعة الحال هذه الميزانية. ونرى وربما تحدثنا فيما سبق على الإشكالية ديال أجل الأداء، هذا أجل الأداء مع كامل الأسف لا يمكن للحكومة احترامها، أتحدث بشكل تقني، لأنه ما يمكنش ترفع بنسبة التضخم. فإلى اليوم قامت الحكومة بأداء جميع المستحقات، غنمشيو لطرق غير تقليدية للاستدانة، أو لا غنمشيو لشي استدانة أخرى باش نخلصوا لهاد الناس هادو، وبالتالي غادي نرفعوا بشكل مهول من نسب التضخم، وهو شيء غير محمود وسوف يؤدي إلى عواقب كارثية. فإذا الإشكال الأساسي لم يتم التطرق إليه في هذا المشروع القانون المالي، أو على الأقل ما تسرب منه، وهو رفع كفاءة الإنفاق العام. بمعنى أن الإشكال اليوم ماشي هو التشريعات أو الأرقام أو لا ربما الاعتمادات، بالعكس الإشكال الأساسي اليوم وهو إشكال كبير وكبير جدا هو تقييم، وهو بطبيعة الحال ما يمكن أن نأتي به بعد ذلك من 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 آثار إيجابية على الاقتصاد. فأتذكر اليوم بطبيعة الحال ما تحدث عنه بطبيعة الحال السيد الوزير الأول السيد رئيس الحكومة، اللي قال بأن الأولوية غتكون القطاعات في خلال بطبيعة الحال المذكرة التي بعثها، قال أن الأولوية غتكون التوجيهية وتوجيهية أكيد. هذه المذكرة أعطت توجهات عامة من الصعب الالتزام بها، من الصعب الالتزام بها، لأنه مع كامل الأسف الهامش المادي محدود محدود ومحدود جدا. الإجراءات الجبائية والجمركية المنتظرة لن تأتي بشيء جديد، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، لأن هي اللي كتخلق لنا هاد فروق الأداء. يوم عندنا حوالي 40 مليار من المستحقات برسم الضريبة على القيمة المضافة اللي خصها تخلص والحكومة تنظر لأدائها في حوالي 10 سنوات، يعني تطبيقا للقانون، فقط تطبيق القانون على 10 ديال السنين غادي ندور 4 مليار كل سنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين. تحدثت على دور البرلمان، فأنا أقول فيما يتعلق بالمديونية مثلا بأن دور البرلمان هو دور مهم ومهم جدا، لأنه إلا تحدثنا على المديونية مزيان كنتكلموا على أنه النص يقول أن المديونية خصها تمشي للاستثمارات، ولكن فيما يتعلق بالتقييم كنشوفوا بأن التقارير تجلس على الحسابات وعدم الوضوح فيما يتعلق بالربحية لا بروفيتابيليتي ديال هذه المديونية. اش خلقات؟ فملي كنشوف 2016 انا تحدث الاستاذ الازمي انا كنحترم بطبيعه الحال النسب هي مزيانه، ولكن في 2016 كنا في 1.2%، انتقلنا بقدره قليله ل 4.3%، حنا نزلنا هذا العام ومن المنتظر نزلوا ل 3.2% وغنزلوا 2.9%. هذا عدم الانتظام يدل بان المنظومه متهالكه، وباننا انفقنا الكثير على منظومه لا تضمن يعني المردوديه. لا ماشي حتى المردوديه، النسب ديال النمو ما كنضمنوهاش، لانه الاشكالات الهيكليه لم يتم التعرض اليها. وغادي نعطيكم مثال بسيط، الى لا قدر الله هذه السنه هذه ما كانش شي تساقطات، فالميزانيه غادي تتحول من ميزانيه عامه لميزانيه محاربه اثار الجفاف. غادي نسمعوا ببرنامج محاربه اثار الجفاف، لانه الاشكال البنيوي ديال الجفاف والاعتماد على التساقطات في المنظومه الفلاحيه لم يتم التطرق اليه. نقطه اخرى تتعلق بالاصلاحات الهيكليه، من الجيد التوفر على نصوص، من الجيد التوفر على اعتمادات، ولكن اصلاح الاجهزه المنزله التي تنزل هذه النصوص هذا هو الاشكال. تكلمتوا على الحكمه، هذا اشكال واشكال كبير. التنميط المحاسباتي اليوم في المغرب هو تنميط معك بالاسف لن يسمح باخذ القرار، لاننا في واحد كما كنقول واحد المحاسبه ديال تدفقات الخزينه، ماشي محاسبه ديال التزامات. سو ني باز اون كونتابيليتي دو انجاجمون، كونتابيليتي دو تريزوري. بمعنى ان صانع القرار فيما يتعلق بالماليه العامه لا يتوفر عن المعلومه الجيده، لا كونتابيليتي اناليتيك الماليه التحليليه، كونترول جيستيون،
يعني جميع الطرائق ديال التسيير المعتمده على التدبير الرشيد او التعود على النتيجه ما كايناش. اذا الا كنا اليوم غادي نتحدثوا على واحد التنميط على واحد المرجعيه تقنيه في التدبير الماليه العام اللي هي مع كامل الاسف مع احترام الجميع متجاوزه، فكيف يمكن لنا التدبير بشكل امثل؟ تكلمتوا على 120 مليار 300 مليار ممتاز، ولكن اليوم من ناحيه الكيفيه تحدث الاستاذ الكريم على الوقع المجتمعي، واش عندنا مؤشرات او لا غادي نقولوا بان الوقع المجتمعي ماشي اجتماعي، لان خطاب صاحب الجلاله اصبحت واضحه، الاشكاليه الاجتماعيه من ناحية المفهوم تتجاوز، يجب الحديث من الان فصاعدا عن المجتمعي، فما يمكنش نقول بانه الاقتصاد منتج للثروه وبشكل عادل فقط لان مؤشر البطاله تحسن ابدا. وتحدث الاستاذ الازامي على خلق الثروه، ولكن ماذا عن التوزيع العادل للثروه؟ الوصول ديالها يعني بشكل ملموس. طيب في اخر مداخله لكل واحد فيكم غادي نسولكم سؤال موحد، واش في نظركم البرلمان يعني بوسائل الاشتغال الحاليه اللي تكلمنا شويه عليها بصلاحيه المخوله يعني عنده ما يسمح له يعني بالانكباب على هذه الملفات كلها الاجتماعيه اللي تكلمنا عليها؟ السي الازم. لا غير بسرعه، لانه اولا قانون الماليه كثيره فيه الاحكام شويه. لا شويه فيه الاحكام، لانه من الناحيه الاقتصاديه لاول مره قانون الماليه غادي يبدا يعالج امور حقيقيه. هذا هو. وهي مثلا الاجل ديال الاداء، مثلا الضريبه على القيمه المضافه، ما يمكنش يجي رئيس الحكومه ويلتزم يقول كاين 40 مليار ديال الدرهم ديال المتاخرات ديال الضريبه على القيمه المضافه انا غنأديها بما فيها 20 مليار غتمشي المكتب الشريف للفوسفات، وماشي غتمشي ليه، غتمشي راه المكتب الشريف للفوسفات هذه شركه تتخدم شركات على المناوله، يعني غادي يطلق الماء تاذك، والباقي للشركات الخاصه تيقول غادي تخلصوا بواحد الميكانيزم ستتحمله الدوله على سنوات، اذا هذا الشيء غادي تطلق في الاجل ديال الاداء كذلك. منين تنجيبوا منظومه ديال الاستثمار، منظومه الاستثمار غيتعاود فيها النظر المراكز الجهويه للاستثمار، ميثاق الاستثمار، الميثاق ديال التمركز، اذا كاينه اصلاحات حقيقيه على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاجتماعي ما يمكنش نغفلوا ما وقع على مستوى التيسير، عاد تكلمت عليه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه المرحله الثالثه، القضيه ديال السجل الاجتماعي الموحد، القضية ديال الإصلاح ديال البرامج والمشاريع الاجتماعية اللي هي موزعة صحيح، ولكن كاين تعليمات سامية جات في الخطاب الملكي باش هاد الشيء هذا يتجمع. كاين واحد المجهودات على المستوى الاجتماعي، كاين مجهودات كبيرة للأسف في البلاد ديالنا ما زلنا نشتغل بالجانب القطاعي، وبالتالي يمكن لك تزقل شي واحد ما يستفدش، ويمكن واحد يستفد جوج ولا ثلاثة ديال المرات، هذا واحد الإصلاح. الحماية الاجتماعية، النظام ديال التكوين المهني، التعليم، الصحة، واحد المجموعة ديال القطاعات اللي غتضخ فيها اعتمادات مالية كبيرة، وفي نفس الوقت كاينه منظومه تشريعيه سيعاد فيها النظر، التربيه والتكوين، القضيه ديال وبالتالي احنا كبرلمانيين احنا الدور ديالنا ان نواكب هذه الاصلاحات. ان نواكبها بماذا؟ بالتقييم، بالانتقاد، بالتعديل، ولكن كذلك بالدعم باش تخرج بسرعه وتجاوز الدور ديال البرلماني، تجاوزوا ما بقاش غير داخل اللجان والجلسات العامة التعديلات، تجاوزه إلى متابعة الحكومة من أجل إصدار المراسم التطبيقية. وعندنا دابا في النظام الداخلي آليات اللي تجعل بأنه لجنة معينة يمكن أن تنكب مع الحكومة على متابعة المراسم. إذن كاين آليات ديال الضغط الإيجابي بالنسبة للمؤسسة البرلمانية اللي ينبغي أن تقوم به وتقوم به. هادشي ما تيتشافش، كاين اللي ما تيبغيش يشوفو، كاين اللي ما تيبغيش يشوفو، تيبان ليه بأنه ما كاين حتى شي حاجة هاد المؤسسة مصالحها لوالو. البلاد ديالنا هي إلا كان ما زالت تنعم وستنعم إن شاء الله في المستقبل بالأمن وبالوحدة والاستقرار بالفضل ديال المؤسسات ديالها وعلى رأسها المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات التي تشتغل، وما يمكن إلا هذه المؤسسات، ما كاين حتى شي حاجة اللي بغي يدير شي حاجة راه ما كاين والو من هادشي اللي كاين، وهو أن تقوم المؤسسات بدورها، وحنا كمؤسسة برلمانية مرة أخرى سنقوم بدورنا. بغيت نتكلم على واحد المسألة أخيرة، لأنه شوف لا كاين واحد الإشكال، هو ان المؤسستين بجوج مجلس النواب ومجلس المستشارين ما ماشيينش بالسرعه، ما ديك بيناتهم مزاقله شي حاجه. وانا نعطي مثال اللي تيأسفني الى اليوم، كاينين جوج ديال النصوص من 2016 هما تما نصوص اجتماعيه حقيقيه، مدونه التعاضد من 3/8/2016
ارجع للمجلس المستشارين في اطار القراءه الثانيه الى يومنا لم يخرج. والثاني اللي هو صعب وهو الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه للاب والام من 27/6/2016 هو تم. لذلك المؤسسه البرلمانيه خصها تخدم شغالها. انه لا تقريبا نفس الاغلبيه سي وهبي. لا هو كل واحد يدير شغاله. لا هو كاين هو انا متفق مع هذا الشيء اللي قال السي الازمي، هي فقط احنا ما مسؤولينش على الاغلبيه داخل الوزراء اللي خصهم يجيو لمجلس المستشارين ويفرضوا تمر الامور ويتفاوضوا معها ويتناقشوا. حتى احنا قالوا الاضراب ما دازش، مجموعه تاع القوانين عندنا ما دازش، مثلا القانون القانون الاطار سبعة سنوات هو كيرج بين الحكومه، ما عاد جابوا لنا الاطار تاع التعليم، قانون الاطار التعليم، ما بغيناش نحملوا مسؤوليه لبعضياتنا. ولكن اللي بغيت نقول اولا على كل احنا في الحزب بتوجيهات الامين العام خدينا قرار اساسي، كل ما يهم من القوانين ما هو اجتماعي لا في القانون المالي في غيره سنؤيده، ولو كنا في المعارضه. كل ما سيحل ما يخفف العبء الاجتماعي والقدره الشرائيه للمواطنين حنا غادي نؤيدوا، غادي نصوتوا لصالحه، ولن نقف ضد اي شيء من القبيل. معارضتنا يجب ان تكون معارضه مواطنه ومعارضه تساهم في ذلك. ما سنعارضه هي بعض التصرفات التي تكون خارجه المحتاج اليه وطنيا. الان حنا خدينا هذا القرار هذا وغادي نمشيو فيه من بعيد. ثانيا باش نطرحوا الان مطروح علينا المشروع التنموي. حنايا في الدول اللي عقدها مجلس المستشارين واللي كنا طرحوا اللي جا فيه رساله جلاله الملك تيقول نقولوا المشروع التنموي الجديد يجب ان ينبني على العداله الاجتماعيه، وجبنا واحد الاقتراح قانون وهو مؤسسه الحوار الاجتماعي اللي الان سي الامين العام بصفته عضوا في مجلس المستشارين سيتقدم كاقتراح في المجلس نفسه، وغادي يكونوا مؤسسه الحوار الاجتماعي. كانت فكرتنا قديمه جديده ما تيهمش واش انتوما اللي جبتوها ولا حنا اللي جبناها، ولكن اجيو نتفقوا على كل اللي فيه مصلحه تاع المجتمع واللي فيه مصلحه اللي خفوا، اجيو نتفقوا عليه. حنا ما عندنا اشكال نكونوا ايجابيين اكثر. وبغيت باش ما بغيتش نطول انا لانك شغل غير نختم. اوليدي نهار دير الحكومه شي عرضه فيها الماكله المغاربه كلهم غادي يجيو، ولكن الحكومه راه ما عندها وتعطينا. هذا هو الاشكال اللي كاين. لهذا هذوك العرضات اللي يمكن لنا نتوهمهم يمكن باش يكونوا انا كنتمنى هما تتخرج بالعرضه. انا بغيت غير نعطي واحد النموذج بسيط. قال مثلا في ضمن المشاريع الاجتماعيه المشروع الاستعجالي ديال التعليم خرج تقرير ديال مسائل الحسابات ما كاين 42 مليار ولا 40 مليار، خرجت 25 مليار درهم ولم تكن نقدا، كانت من التزامات وثائقيه، وانه سوء تدبير اللي داروها هما الاكاديميات، وانه لا مسؤول. فحتى انتم اعطوا معلومه صحيحه، مش توظفوا سياسيا اي معلومه خطا باش تمشيوا، لانه توجه اتهام على انه هناك تبديل 42 مليار. بان المجلس على الحسابات دار التقرير قال ما كاينش، قال 25 مليار وثائقيا. هذا الشيء غادي نناقشوا في البرلمان السياسي من طرحه دراهم صرفات في البرنامج الاستعجالي، وللاسف احنا تنتكلموا على لا ولكن التقرير خرج المجلس على الحسابات طلع عليه ما وجهش الاتهام، قال بان هناك سوء تدبير ديال الاكاديميات، وقال 25 مليار درهم، وان الحكومه ما خرجتش واحد الرصيد، انها فقط دارت ما يسمى بالتعاقدات الكتابيه واضح او الوثائقيه. واضح غير باش نقولوا الحقيقه باش نقول باش نظلموا حتى واحد. السي الفقير والسي زهر باختصار. باختصار الدور البرلمان دور محوري ك يعني ام المؤسسات الوساطه، هو منبر وصوت الشعب، وبالتالي فهذا الدور هو مهم اليوم من اجل تنزيل الاصلاحات. ويجب اليوم على البرلمان الا يعني يكتفي بالنصوص مهما بلغت جودتها. تحدثوا عن الاجل الاداء بالنسبه للمقاولات الخاصه، لا هناك تتبع التقييم الاجل الاداء. اليوم ما كيتحترمش في المؤسسات الخاصه لانه لم يكن هناك تقييم لهذا المشروع. اليوم البرلمان ينبغي عليه ان يتوفر على الميكانيزمات الاساسيه. صاحب الجلاله تحدث عن رفع الدعم بالنسبه للاحزاب باش يمكنها باش تولي بمنطقه تينك تونك، تكون قوه اقتراحيه، ما نبقاوش لهذاك الجانب وذاك القصور اللي كنشوفوا اليوم انه فقط مناقشه القوانين ومناقشه فقط النصوص. يجب العمل على توفير الميكانيزمات والوسائل للمستشارين باش تكون عندهم يعني السبل ديال التقييم. ثانيا وهذا بالنسبه لي هو المهم، ما يمكنش اليوم تحدثوا دون انفتاح للمؤسسه البرلمانيه على القوى الحيه. كما تيوقعوا في مؤسسه البرلمان على المستوى الدولي كيكونوا دي زوديسيون، تيكونوا جلسات الاستماع، الناس ما عندهم حتى علاقه بالبرلمان لاغناء النقاش باش تكون البرلمان عنده القوه الاقتراحيه. اليوم الانتظارات المغاربه وانتظارات العامه للبرلمان هي انتظارات كبيره، وكما قلت بان الاشكاليات اللي كيشوف اليوم المغرب هي اشكاليات كبيره، وحنا في واحد مفترق طرق. ينبغي على البرلمان اليوم ان يتوفر على جميع الهوامش سواء كانت ادبيه او تقنيه باش يلعب الدور ديالو. استاذ عربي اختصار شديد. بالنسبه للنقطه اعتقد بان البرلمان يملك راس مال مهم، إلا أنه رأس مال في جزء منه مهمل.
ثلاث عناصر أساسية لهذا الرأسمال. أولا بنية معيارية، قوانين، آليات في الجانب التشريع، في الجانب الرقابة، في الجانب تقييم السياسة العمومية كاينة، البعض منها يفعل، البعض منها لا يفعل إلى غيره. ثانيا عندنا نخبة، نخبة فيها واحد الخاصية مهمة يعني مشتركة. أولا مجلس المستشارين اللي هو يحظى بالأولوية في إدعاء القوانين ذات الطابع الاجتماعي، إذا عنده من البداية الرهان ديال التولد تولا مدمج مع الرهان الاجتماعي. حتى مجلس النواب أزيد من ثلثين الأعضاء ديال مجلس النواب عندهم امتداد محلي. إذا هذا الامتداد المحلي اللي كاين في مجلس النواب والامتداد المحلي اللي كاين في مجلس المستشارين ماذا يعني؟ بأن يعني أن هذه النخب السياسية هي عندها مستوى ممثل ومستوى على المستوى المحليات، والمحليات هي الأجهزة المنتخبة اللي تعتبر أقرب مؤسسات منتخبة إلى المواطن. فان هناك خلل في نقل الواقع المحلي الى الواقع الوطني. المستوى الثالث هو الاحزاب السياسيه. من خلال الدعم الذي خصصه جاء في خطاب الملك الاخير للاحزاب السياسيه، يجب ان تستثمر في الاثر، ان تصل السياسات والمقاربات والمشاريع الى المواطن. شكرا استاذ عاصف الفقير، استاذ الازم الادريسي، والسوابي، اشكركم جميعا على سعه صدركم واستجابه لدعوتنا في هذا النقاش. شكرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وللقاء في فرصه مقبله بحول الله.